هنا تعريف آخر لموضوع الإدمان وماذا يؤدي إليه الإدمان، وبنقول هنا إنه الإدمان هو خلل مزمن في الدماغ إذ يعتادي الجسم فيها على سنوات على سلوك معين أو عقار معين مما يجعله غير قادر على ترك هذه الأدوية أو السلوكيات، وقد يكون الإدمان على استخدام مواد زي الكحول والكوكايين والنيكوتين، وقد يكون على إدمان بعض السلوكيات مثل لعب القمار، وإحنا ذكرنا السلوكيات اللي هي بتعتبر سلوكيات بتقود الواحد للإدمان. لا شك أن الإدمان له تأثير كبير على الحياة اليومية للمدمن، يؤثر على حياته الاجتماعية وتجعله عنيف بسبب الحاجة الشديدة للمال، وقد تجعله معزول اجتماعيا بسبب الإدمان. في هنا طبعا ذكر تاني لأنواع الإدمان، ويهمنا في الآخر عواقب الإدمان. ممكن يؤدي في الآخر للانتحار، ممكن يعمل تغيرات في دماغ المدمن وتؤدي الى الالكحول توليرانس، وممكن تعمل بيسموه تحقق الكحول او تحقق المخدرات او الدراج توليرانس، واحنا ذكرنا بعد كده قبل كده قصدي موضوع التوليرانس، ان هو الواحد بعد فترة طويلة من استخدام المادة اللي بيدمن عليها بيحتاج لجرعات اعلى للحصول على نفس التأثير، وده ممكن يحصل مع الدراجز المواد المخدرة او الادوية، ممكن يحصل مع الكحول، وبرضو ممكن يحصل مع النيكوتين. ممكن الادمان يؤدي للتفكك الاسري وانتشار الطلاق وتشتت العائلة، ممكن يؤدي لانخفاض الاداء في العمل، طبيعي الواحد بيبقى مشغول بحاجات تانية، والتغيب عن العمل وخسارة فرص العمل. طبعا الادمان في معظم الاحيان هيؤدي انه الواحد محتاج يصرف فلوس عشان يحصل على المادة اللي هو بيدمنها، سواء كانت قمار او حاجات سلوكية او حاجات ادوية، وهي دي ممكن بتسبب مشاكل مالية قد تنتهي بالفقر والافلاس، زيادة خطر انتشار الامراض المعدية، ده بالنسبة للحاجات اللي هي بتتاخد عن طرق بالحقن وحاجات زي كده. وطبعا كل دي بتبقى قضايا قانونية وقد تتضمن الوقوع في السجن، وطبعا بيكون في عدم القدرة على ضبط النفس. وكده احنا تقريبا قدرنا ان احنا نذكر تنويه عن الادمان وانواعه، وان في انواع بتكون سلوكية احنا لا نتوقعها، ولا بد ان احنا كنا نذكر مواضيع الادمان دي عشان خاطر كل واحد ينتبه لنفسه ان في سلوكيات معينة او مواد معينة ابتدى يعتاد عليها في التناول، وبعد فترة يبتدي يحصل انه علشان يتناول ادوية بجرعات اعلى عشان خاطر يحصل على نفس النتيجة، ابتدى يخش في تولرانس، يصبح الشخص مدمن او ادكت، والاخطر من ده كله انه هيبتدي يحصل له ديبندنس زي ما ذكرنا قبل كده، او اعتماد على هذه المواد عشان خاطر جسمه يقدر يعمل بطريقة طبيعية، وفي النهاية ممكن يقود الشخص لمخاطر عديدة قد تصل الى الانتحار. مع السلامة.